ويريد أن يبقى السد بدون خسارة أيضا في هذا الموسم. لدينا كرة وتمريرة بغداد. الله الله الزعيم أولا كعادته في لقطة يصفق لها تشافي. الزعيم أولا كعادته عن طريق بنجاح يتقدم في القمة بتمريرة لا تريد سوى هذه القدم، لا تبحث سوى عن قدم بنجاح. شوف أكرم ومن بعده تباتا كيف لها أن تصل لبغداد وأن لا يسكنها في الشباك. الزعيم يتقدم في الدقيقة السادسة من زمن أحداث شوط المباراة الأول. 1-0 تأكيد سيتم الدفع به أكرم. لمسة رائعة للهيدوس في الجهة اليسرى عرضية، الكرة عدت مرت. يا الله الهيدوس القائد كيف له أن لا يظهر، القائد كيف له أن لا يسجل. الزعيم قبل ربع ساعة أولى في شوط المباراة الأول هدفين، الأول من بغداد والثاني من الهيدوس بعد أن لم يتمكن يوسف حسن أن يحرك ساكنا. هذا الزعيم، هذا الزعيم من هو الفريق القادر على إيقافه، على إيقافه الهيدوس. وكرة غيرت اتجاهها بعد أن اصطدمت طبعا باللاعب رقم 2 سعيد الحاج، وكانت صعبة، صعبة على يوسف حسن. معلنة كرة تصل عند أكرم، أكرم لمسة تمريرة الهيدوس التسديدة للنيران الصديقة الثالث. ماذا يحدث للفهود؟ ماذا يحدث للغرافة؟ بالنيران الصديقة الهدف الثالث. إنها البداية الأسوأ، البداية التي لم يكن أحد يتمناها من الغرفاوية بكل تأكيد. 3 أهداف مقابل لا شيء في أول 17 دقيقة. هذه الكرة للمرة الثانية، للمرة الثانية، للمرة الثانية. الهيدوس في المرة الأولى هو اللاعب اللي تبعها كان طبعا اللي هو سعيد الحاج، وفي الثانية اللاعب رقم 90 سيف الدين فضل الله. وبالتالي 3 أهداف مقابل لا شيء في أول 17 دقيقة. لجهد كبير جدا من جانبي الفهود. أحمد علاء يحاول أن يمر، أحمد علاء للشيخ ديابنتي يقلص الفارق عند الدقيقة 20. القمة تبدأ مثالية، القمة تبدأ مثالية، والغرافة لن يستسلموا بهذه السهولة. الفهود يسجلون عن طريق المالي. شيخ ديابنتي يقلص الفارق بتعليمات من جانبي أندرياس راماتشوني، وبتمريرة من علاء وصلت لدياباتي الذي لم يجد صعوبة في أن يسجل هدف أول للغرافة لتصبح النتيجة 3-1. وكل المؤشرات تعطي يعني دلالة واضحة من أجل هدف ثاني، من أجل تقليص الفارق. ومشعل برشم في مرمى سفيان، سفيان، سفيان. هني يتقدم، هني يتقدم. لكن شيخ، لكن شيخ ديابنتي أو من الذي سجل؟ ليس شيخ بل سيف الدين، سيف الدين الذي نجح بأن يتابع بأفضل طريقة ممكنة ونجح في أن يصحح الخطأ الذي ارتكبه. ابن 19 عاما ينجح في أن يتابع الكرة التي تصدى لها مشعل برشم. 3-2، 3-2. هكذا تبدأ قمة الغرافة والسد في 28 دقيقة. وبالتالي تستجاب الدعوات لهذا الغرفاوي، تستجاب. علي اسد لاكرم، اكرم انطلاقه للزعيم، اكرم يتقدم للهيدوس، الهيدوس، 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 والرابع للزعيم.
الغيدوس والرابع للزعيم. لا يكفيه أن يبغر مرة في القمة، مرتين قد تكون كافية. الرابع لعيال الذيب، السد يسجل رابع أهدافه لتصبح 4-2، لتصبح 4-2. القائد حسن الغيدوس يسجل للزعيم في هذه اللحظات، هذه التمريرة وهذه الثانية وهذه الثالثة والرابعة. كان لابد لها أن تستقر في شباك الغرافة في الوقت الذي كانوا يبحثون من خلاله عن المحافظة على الشباك نظيفة، وبعد ذلك كرة تعود مرة أخرى. المرتدة السريعة خلف الدفاع، يضرب دفاع الزعيم، شيخ من أجل الثالث، شيخ من أجل الثالث. المالي 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 الغالي المالي الغالي، صفقة ناجحة بكل المقاييس. أندريا هو يعرفه، كان مدربا له مع الاستقلال. 4-3 في شوط الإثارة والجنون والتحدي والتقلبات. الغرافة يرفض أن ينتهي هذا الشوط والنتيجة 4-2، لكن ساحرة من سفيان هني استلم بهدوء، ضرب الدفاع ونجح في أن يتقدم بهذه الخفة، بالمرونة بالرشاقة، ويسجل الهدف الثالث لصالح الغرافة لتصبح 4-3. 4-3 ولدينا 4 دقائق. فوق للزعيم، هل يستمر اليوم؟ تمريره ناحيه اكرم، النقله، هيدوس، بغداد بنجاح، بغداد بنجاح يؤكد على ان هيمنه الزعيم ستستمر اليوم وربما لسنوات قادمه. الجلاد الغداف زائر الشباك المستمر، مكينه الاهداف، محارب الصحراء. بغداد بنجاح يضيف الخامس للزعيم، يضيف الخامس للزعيم. هذه التمريره من اكرم، بعد ذلك للهيدوس، من كبير لكبير، من خبير لخبير، لابد ان تنتهي في الشباك. الزعيم يصل للخامس باي طريقه يصلون، لا تسالني باي طريقه. اللقاء ماذا عن هذه الليله؟ هل من عوده يا فهود؟ عرضيه على على علاء الدين، علاء الدين بمصباحه السحري، يؤكد على أنها لم تنتهي بعد، على أنها لم تنتهي بعد. 5-4، 5-4، 9 أهداف وما زال، 9 أهداف ولسه، 9 أهداف السد والغرافة. هذه لقاءاتهم دائما، هذه العرضية. محمد علاء الذي يظهر، أو أحمد علاء، أحمد علاء بمصباحه يسجل هدفا رابعا للغرافة لتصبح 5-4، 5-4. إلى أين تأخذنا هذه القمة؟ مرتدة للزعيم، أكرم يتقدم، أكرم ينطلق، الغيدوس يكملها، أندري أيو ابن النجم، نجم يا أيو، ابن الكبير، كبير يا أيو، الغاني أندري أيو شاركك بديلا من أجل التأكيد على هيمنة الزعيم. سيد الملعب زعيم، وسيد الملعب وسيد القمة والصدارة وجدول الترتيب، لا أحد ينافسه في ذلك. الزعيم عن طريق أندري أيو، هكذا كانت البداية، عن طريق أكرم الذي مر فأكملها الهيدوس، لتجد القدم اليسرى لأندري أيو الهدف السادس.